ترجمت عدد من الكتب وألفت كتابين. أنا امرأة سعودية تمتعت بكافة حقوق ومزايا الإنسان السعودي، سواء تعلم أو ابتعاث أو عمل. بعثت لدراسة الدكتوراه في جامعة كينت ستيت في أمريكا، تخصصت في اللغة الإنجليزية والترجمة. أعمل حالياً أستاذ مساعد في الجامعة السعودية الإلكترونية. ترجمت عدد من الكتب وألفت كتابين. نصيحتي للمرأة في كل مكان: ثقفي نفسك، أعرفي التاريخ، وأعملي في الحاضر وعينك على المستقبل. وأنت أيتها المرأة السعودية، كل الأبواب متاحة لك، فالفرص لكل مبدع سواء ذكر أو أنثى متاحة الآن. اجتهدي وابدئي وأنجزي. كل التوفيق.